بس ناظم انت عندك تنبش في ذاكرتنا لانك تغني افلام اغاني الكرتون افلام الكرتون وكمان تقلد اصوات في نفس اللحظه وانت يعني غير شاب رحت انت برامج اللي هي فيها تحدي اللي هي جود تالنت وكذا كيف كانت تجربتك في جود تالنت وفي نفس الوقت كيف اكتشفت نفسك؟ والله اول شيء طبعا زي ما قال بندر زي ما قال سامي المدرسه دائما المدرسه هي دائما يقولوا ان هي اساس اكتشاف الموهبه فعلا. انا من الناس اللي بدايه المدرسه يعني حفزتني وانا في البدايه كنت اول مره اكتشفوني تقريبا خامسه او رابعه ابتدائي اذنت اذان الظهر في المدرسه بصوت الحضراوي فاكتشف انه كيف هذا الطفل الصغير بيطلع منه صوت هذا الكبير تعال المسرح تعال كذا تعال ايش عندك ايش ما عندك وتطوروا الموهبه هذه عن طريق انه بيعطوني اداءات ادخل على الاذاعه اطلع الصباح اتكلم يعني نموا هذه الموهبه لكن بالنسبه لي كانت يعني تعرف ما كانت طموح كوظيفه او طموح ان انا اكبر اصير كذا لانه ما كان موجود عندنا في السعوديه اصلا مجال مسرح او مجال الفن بشكل عام ما كان متواجد فيعني تجربه عرب جوت تالنت هي اللي فتحت المجال لظهور الموهبه هذه للعالم يعني عرب جوت تالنت يعتبر يعني اكبر برنامج تقريبا في الوطن العربي صحيح للمواهب اتخذت موضوع علي جابر بالضبط لانه كان شخص صعب تقليده من لهجه ثانيه انا سعودي وحجيب لبناني شخص مو عاده ما يضحك صح قلدته طبعا يلا قلد الحين خلي يستانس علي يلا شوف نفسك وعيش يلا يعني هذه للمره المليون اللي قلد فيها علي جابر بحب كثير انه هيك فوت على البرامج السعوديه والمواهب السعوديه كثير بنحب ندعم المواهب السعوديه كثير عنا بالسعوديه في كثير مواهب بدنا نطورها لحتى توصل للعالم حتى يشوفوها العالم مثل سامي مثل احمد ومثل ايضا بندر و نسيت اسمك شو اسمه اسيل 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 برتقال شو هيدا اللي عم نحكي انا فهيدي هو وهيك انا بشوف حالي يعني طيب يلا الله يستر ان شاء الله ما يزعل علينا عالية لا صارت في العربية لا ما يزعل بالعكس استانس فاصل ونعود لكم بعد قليل